السلام عليكم، معاكم علي وحياكم في قناتي. فيديو اليوم يا جماعة، أتوقع أغلب المتابعين ينتظروا هذا الفيديو، صح؟ فيديو جيلي كودري بعد استخدام سنة. كيف السيارة معاك؟ وهل صار شيء؟ هل طلعت مشاكل؟ هل صار تطورات مع جيلي كودري؟ شوفوا يا جماعة، أول شيء أنا أعتذر على التقصير. أنا جدا أعتذر أني سحبت عليكم تقريبا 24 يوم. أنا في حياتي ما سحبت 24 يوم، ولكن ظروف كانت خارج زي ما يقولوا ما بيدي، كان يعني أنا قطعت بسبب أسباب شخصية، والحمد لله أمور تسهلت. الحين راجع عندكم أو راجع لكم بقوة إن شاء الله. مجهز لكم يا جماعة محتوى، إنزين، محتوى قوي. بيتأخر إنزين، بيتأخر بكل أمانة أقول لكم، ولكن محتوى قوي. طبعا اللي جديد على القناة وما يعرف محتوى القديم، يا جماعة أنا صانع محتوى للسيارات، وحاليا مركز على السيارات الصينية لأن أغلب الناس عندهم تساؤل حول السيارات الصينية، وأنا شخصيا أمتلك سيارة صينية. فبالتالي أنا كعلي يعني أنا أحس كوظيفتي أني أبين للمشاهد أو لك أنت أنك تشوف سيارة صينية على حقيقتها من تجربتي اللي بدون مجاملات. تمام؟ تمام، هذا محتوى باختصار. إذا حاب تشترك اشترك في القناة، إذا حاب تشترك اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، وخليك جاهز على المحتوى الجميل الجاي. طبعا اليوم بنتكلم عن جيلي كودري. طبعا أغلب متابعيني يتابعوني عشان جيلي كودري، ويشوفوا أن جيلي كودري هي السيارة اللي هم يعني حابين يشتروها. فعلي أنا أحس كوظيفتي لازم أبين لكم السلبيات والإيجابيات في السيارة. فخلينا نتكلم عن طبعا الإيجابيات اللي بعد سنة أنا صرت يعني أقيم هذه الإيجابيات أكثر وأكثر. أول شيء يا جماعة، كذا شبه ذاتية. صراحة أنا واجد حاب ذي الميزة، ميزة رهيبة، ميزة خيالية. سيارة يعني مع قيادة شبه ذاتية شيء خيالي صراحة بكل أمانة. يعني صراحة تريحك في الخطوط، تريحك في مشاويرك الخاصة، شعم سيارة تريحك في قيادة شبه ذاتية. هذه أول ميزة قوية جدا. أداء السيارة، أداء السيارة رهيب يا جماعة. سيارة قوية، تسارع ممتاز، ثبات سيارة ممتاز، عزم السيارة صراحة شعل نفسها، أصوات اللي تطلع من التوربو من الأكزوز ممتازين جميلين جدا صراحة. أشياء ثانية الإيجابية، سيارة فيها مزايا كثيرة، تبريد مقاعد، قيادة شبه ذاتية، نقاط عمياء، وكثير كثير كثير. على سعرها المميزات اللي فيها أفضل من سعرها بكثير، ما راح تحصل أي سيارة بهذا السعر بهذا المواصفات بكل أمانة أقول لكم. زين، طبعا أنا تكلمت عن إيجابيات واجد، عن استجابة الدعسة كيف سريعة. وإذا أنت حاب يعني تتعمق أكثر من ناحية الإيجابيات، تقدر ترجع لكل فيديو يعني فيديوهات اللي أنا سويتها، تقدر تشوف الفيديوهات والإيجابيات والسلبيات عن السيارة. ولكن اليوم بنركز على بعد سنة كيف السيارة. هل في مشكلة في الجودة؟ هل في شيء انكسر؟ في شيء اخترب؟ هل السيارة فيها مشاكل؟ كل أمانة يا جماعة السيارة ما فيها مشاكل، كل أمانة أقول لكم سيارة ممتازة، عزم ممتاز، عزم لازال هو نفسه مثل ما تغير. الحين الشيء اللي مزعلني في السيارة بكل أمانة، هذا الشيء جدا مزعلني بكل أمانة. الحين بدخل في السلبيات شوية. إنزين، أول سلبية بالنسبة لي أنا صرفية البترول. الحين طبعا واجد ناس انتقدوني، علي 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 الصرفية على حسب دعستك، كلامك صحيح وما حد ينكر هذا الشيء، ولكن أنا بالنسبة لي وبدعستي أنا أو بدواستي أنا للبترول، سيارة تصرف بترول أو بنزين كذا كذا كذا، تصرف ابن الذين يا جماعة. أنا أعبيها كل يومين تقريبا 10 لتر بترول، كل يومين كل يومين أعبيها 10 لتر. سيارة تصرف للأسف الشديد، هذا الكلام ممكن يزعل البعض، ولكن سيارة تصرف بترول. زين، سلبية الثانية، فرامل السيارة، فرامل السيارة نوعا ما ضعيفة.
بكل امانه اقول لكم فرامل السياره اضعف من يعني من المفروض هي تكون. يعني انا كنت اتمنى انه يخلوا الفرامل اقوى. بعدين في 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 تعليق بس مقاطعه في تعليق قال لي ليش ما تمسك السكان؟ يا اخي عندي قياده شبه ذاتيه ليش امسك السكان واجد؟ خلي السياره تسوق بنفسها يا اخي. عموما ما علينا، انا يعني مقاطعه بس كذا امزح معاكم يا جماعه، المفروض امسك السكان حتى لو مع قياده شبه ذاتيه، هذا شيء غلط، لا تصيروا مثلي. عموما فرامل السياره يحتاج لها شغل كثير بكل امانه اقول لكم. فرامل يعني أسوأ من المتوقع بكل امانه بصراحه. الشيء الثالث، الحين الشيء الثالث هذا الشيء البعض ممكن يشوفه سلبيه والبعض ممكن يشوفه ايجابيه. الجير، الجير سريع ناعم، تبديله قوي، دبل كلتش ويت كلتشز، فيتحمل الحراره وتحمل الضغط عالي. وين المشكله؟ خليني اخبركم وين المشكله. الناس اللي ما فاهمه كيف دبل كلتش يشتغل هنا يحسوا هم في مشكله، ما مرتاحين، هذا واحد. لان تصرفات الجير كانه جير عادي ولكن هو الدبل كلتش، فالناس اللي ما متعودين على الدبل كلتش ما بيرتاحوا مع الجير الدبل كلتش، هذا اول شيء. الشيء الثاني، الناس اللي جربوا دبل كلتش وما حبوا راح يكرهوا الجير الموجود على السياره، لان الجير حرفيا دبل كلتش على الاصول، تصرفاته تصرفات دبل كلتش. فالناس انقسموا على قسمين، قسم يحب الدبل كلتش، قسم ما يحب الدبل كلتش. فاللي في النص ما عنده مانع، عادي بيتقبل الدبل كلتش، بس اللي هنا بيحب واللي هنا ما راح يحب السياره ابدا. وهذا الشيء السلبي في السياره صراحه، لان هم يعني الجير الاوتوماتيك العادي يرضي الجميع، يرضي اللي يحبوا دبل كلتش واللي ما يحبوا دبل كلتش. ليش؟ لانه هو جير ممتاز وعملي وما في مشاكل واعتمادي اكثر من دبل كلتش، فالناس حبته. فخلاص المفروض هم جماعه جيلي يخلوا الجير العادي الاوتوماتيك الطبيعي اللي هو يسموه التورك كونفرتر، ما يحطوا جير الدبل كلتش. ولكن بما انه هم حطوا دبل كلتش، هذا الشيء ما يعني شيء سياره سيئه باي ذا واي، بس هذا الشيء ما يعني سياره سيئه لانهم حطوا جير دبل كلتش، عادي ترى يعني تقدر تتعود عليه بكل امانه. اما اشياء ثانيه صراحه السياره ما فيها سلبيات واجد، يعني هذا الثلاث سلبيات اللي انا صراحه، والثالث واحد ما اعتبره سلبيه. اما المشاكل اللي ظهرت لي، مشكله هذا اللي انكسر، مشكله صوت البنزين الغريب اللي طالع، ما اعرف بعده مرات يروح ويجي، ما وجدت السياره للوكاله عشان يفحصوه. فان شاء الله لما يجي موعد السيرفس بخليهم يفحصون في طرمبه البنزين او الفيول بامب عشان يشوفوا ايش المشكله، لان بالفعل في صوت غريب يطلع بين فتره وفتره. قبل كان يطلع من حرارة، الحين درجة الحرارة قلت شوية بما أن أجواء فيه مرات ينزل مطر مرات كذا، فدرجة الحرارة قلت شوية، فالصوت ما صار يطلع مثل أول صراحة بكل أمانة أقول لكم. غير كذا السيارة ما فيها شيء صراحة، سيارة ممتازة، عملية ممتازة، ثبات حلو، تسارع حلو، ممتعة في القيادة صراحة جدا ممتعة. ولكن مستقبل المحتوى او مستقبل محتوى الجيلي كودري ايش بيكون يا جماعه؟ انا غالبا بوقف محتوى الجيلي كودري حاليا، زين، لانه صراحه يعني صرت كل يوم يعني كل مقطع لازم يكون عن جيلي كودري صراحه. انا مليت وانتم مليتوا، فخلاص لازم اوقف محتوى الجيلي كودري. ان شاء الله اذا صار في اي تحديث حول السياره، سواء بعتها او صارت مشكله كبيره لا سمح الله او اي شيء من السوالف، ممكن بعدين ارجع اتكلم عن الموضوع. ولكن مبدئيا محتوى جيلي كودري راح يتوقف الى ما اعرف ايش ممكن يكون بعدين. عموما يا جماعه حبيت اخذ مقطع قصير عشان كل يستفيد وما يمل في الحديث والكلام وكذا. نشوفكم على خير ومع السلامه.